اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة حائتة بمركز الفهمان والنور الأكوان متكونة عدم صاحب الحق رباني البرق الأسرع بمذن عربان مالية لكل مطارد من الظهور والآن والنور كلام الذي ملأت به كونك الحياة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها فرش العقائق عين المعرفة أقوام سراتك من السام اللهم صل وسلم على طلة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلزم.